وينضم إلينا من تل أبيب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيد عفير جندلمان. أهلا وسهلا بك سيد جندلمان. بداية، لماذا هذا التوتر الآن في هضبة الجولان منذ أن بدأ النزاع في سوريا؟ كانت هناك بعض الأحداث لكن لم تصل إلى هذه الدرجة. كما تعلم، تم أمس إطلاق عدة صواريخ على أراضينا الشمال من داخل العمق السوري، وسياستنا تقتضي عدم السماح بمثل هذه الاعتداءات. لذلك الجيش رد بشكل حازم وسريع من خلال ضرب المواقع التي كان منها إطلاق هذا النار. وهذا صباح تم استهداف الخلية الإرهابية نفسها التي أطلقت هذه الصواريخ. هذه الخلية عملت بتوجيهات إيرانية، كان لها قائد ميداني إيراني، وطبعا لا يمكن أن نسمح باستهداف بلدتنا وأراضينا وسيادتنا. ولذا السياسة الإسرائيلية التي تقتضي الرد الحازم والسريع على هذه الاعتداءات، هذه السياسة سوف تستمر ولن تتغير. طيب سيد جندلمان، هناك من المراقبين من يرى ويقرأ هذه الهجمات الجديدة على أنه محاولة من قبلكم، من قبل إسرائيل، كي تظهر أمام الرأي العالمي أن هذه الجماعة، واتهمتم الجهاد الإسلامي، أن هي من قامت بإطلاق الصواريخ بإعاز من إيران من أجل التأكيد على أن إيران بعد الاتفاق النووي مع القوى الكبرى الآن تؤثر أكثر في المنطقة وتهدد أمن إسرائيل. إسرائيل لم تهجم، إسرائيل ردت. أريد أن أذكر لك مرة أخرى، تم أمس إطلاق عدة صواريخ على أراضينا بدون استفزاز وبدون داعي، ولنا بصفتنا دولة ذات سيادة وكرامة لنا الحق والواجب الدفاع عن أراضينا ومواطنينا وسيادتنا. لذا قمنا بمثل هذا الرد الذي هو حق. وطبعا عندما يتم استهداف بلدتنا برعاية إيرانية بتوجيهات إيرانية وبحضور قائد ميداني إيراني، هذه هي رسالة للمجتمع الدولي لأن الدول التي تتصارع إلى معانقة إيران حاليا يجب أن تعلم بأن إيران لا تزال تلعب دورا بارزا في رعاية الإرهاب في سوريا وفي باقي أنحاء الشرق الأوسط. طيب سيد جندلمان، ستواصلون هذه الغارات؟ نحن لا نريد التصعيد، ولكن لنا الحق والواجب بالدفاع عن مواطنينا وأراضينا. وإذا تم إطلاق المزيد من الصواريخ على أراضينا من داخل الأراضي السورية طبعا سنرد، هذا هو حقنا وواجبنا. شكرا جزيلا لك عفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مشاركتك معنا، كنت معنا من تل أبيب. أقدم تنظيم الدولة الإسلامية على هدم دير مسيحي تاريخي وسط سوريا.